موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة. اختلف العلماء في تحديد المسافة التي تقصر فيها الصلاة، واختلفوا اختلافا كثيرا، حتى نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا. والراجح والله أعلم أنه لا حد لذلك، إلا ما سمي سفرا في لغة العرب التي بها خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان لمقدار السفر حدا غير يعني ما تقدم لما غفل النبي صلى الله عليه وسلم بيانه لأصحابه، وكذلك أيضا ما غفلوا هم رضي الله عنهم عن سؤاله عن هذا الحد، ولا سيما وأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج 3 أميال أو فراسخ، يعني أو 3 فراسخ، صلى 2 ركعة، يعني قصر الصلاة. وتقدر بالقياس العصري هذه المسافة بنحو 15 كيلومترا تقريبا، وذلك بعد خروجه من حدود قريته العامرة والانقطاع عنها. والحمد لله رب العالمين.